وقم تم إلقاء القبض على العصابات المسلحة التي تروع المواطنين، وتم القبض على هذه الأسلحة، وتم القبض على القنابل التي لم تفجر مع عصابات الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل. بس طيب ليش زعلان؟ احنا حرروا الجولان من الاسرائيليين. الجامعة يعني العربية بدهم يتفضلوا عنا، عنا غدا هون يعني بحمص، في عنا غدا هذا في السوق خضامي، يتغدوا عنا هم. يعني شوفوا عينكم شو ضاربيننا، شو ضاربين المواطنين العزاب. هاي الاصلاحات لا 15 يوم مهلي، لا عمل 15 يوم ثاني في 11 في عزاية تكبير. الله اكبر. شو مساويته وشو عملته؟ ما راح نتراجع بإذن الله. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بعينكم، شوفوا هاي بعد المهلة أعطيته إياها 15 يوم 18/10/2011 حمص حي باب السباح. شوفوا المنزل هو الان قاموا بقصف الحي بالكامل. حسبي الله ونعم الوكيل. اصلاحات عندك بالشارع الثاني. شوف يا نبيل يا عربي، اصلاحاتك يا نبيل دول يا اسلامي. حسبي الله ونعم الوكيل. غدا غدا مليح ان شاء الله. عم تشوفهم باولادك يا بشار الاسد ان شاء الله. ان شاء الله هو اولاده يا رب. ان شاء الله بتشوف اولادك شايفين منقفين. عمالك فهد هلا بفوتوا.